حلقة مهمة جداً وحصل لك ظرف مش هتعرف تطلع، مطلوب منك تختار مقدم برامج غيرك يطلع مكانك، وهتكون واثق جداً انه هيعمل حلقة جامدة جداً. تختار مين؟ كل الإعلاميين من أصدقائي وزملائي يقدروا يعملوها ويعملوها أحسن مني كمان، لكن اختار كريم رمزي طبعاً لأسباب كتيرة قوي، يعني غير الأداء وغير الدماغ الحلوة، فكمان عشان احنا شبه بعض، وكمان علشان اسهل واحد في الوصول اليه في حياتي يعني. فهو كريم الحق روح بسرعه اطلع مكاني، وهبقى اقول لك بعدين ليه. خلاص مش محتاج اشرح يعني. قاعد اجازه وزهقان وفي ايدك الريموت وعايز تجيب برنامج رياضي تتابع اخر الاحداث، هتجيب برنامج ايه؟ كريم رمزي وابراهيم فايق. معاك تقنيه حديثه تقدر تمحي تصريح ليك ما كنتش موفق فيه، هتمحي ايه؟ بص، هو انا هقول لك يعني ممكن اقول حاجه على الهوا مثلا والناس تتضايق مني فتقول لي حاجه او تهاجمني يعني، فانا اخد على كرامتي فاطلع رد، فانا ببقى عايز امسح الرد التاني ده، لانه انا مش في تحدي مع حد. ممكن ابقى بس طالع اقنعك بوجهه نظري دي عادي، لكن ان انا اطلع بقى اروح ما يبدو شخصنا للموضوع بقى وان انا داخل في تحدي معاكم، دي ببقى مش عايز اعملها. بس احيانا كبني ادم بتحصل ان هي ان انا بعملها، بس انا ببقى يعني اتمنى ان انا ما اعملهاش، ان هي ما بتبقاش ليها اي لازمه، بتبقى مجرد بس ان هو اشتباك بشكل او باخر ما فيهوش خروج عن النص، لكن اشتباك، فالاشتباك ملوش لازمه يعني في العموم.